مصطفى شوبير حضرتك اتكلمت عنه كتير واتكلمت عنه كلام عظيم كتير، وامبارح عمل مباراه جيده جدا اكيد تتفق معايا. بس هسالك سؤال بصيغه تانية، مصطفى شوبير قادر دلوقتي انه يخش قائمه المنتخب ولا لسه محتاج شويه؟ لا قادر طبعا. قادر طبعا. طبعا. نتكلم في جول النادي الاهلي. خلينا نتكلم بواقعيه، جول النادي الاهلي وجول نادي الزمالك لا حاجه تانيه. حتى الاجوان اللي انت بتشوفها بتنضم او الحراس بتنضم للمنتخب بعيدا عن النادي الاهلي والنادي الزمالك، الاثنين لعبوا اهلي وزمالك، اذا كان احمد الشناوي او محمد ابو جبل ولا كلام مش مظبوط. مظبوط. فدي الدايره اللي شغاله في حته حراسه المرمى. بعيدا عن ده مش هتلاقي حد بيقرب غير من شويه، لان ده كان حارس لاعب اولمبيات وحارس كان مع المنتخب الاولمبي محمود جاد حارس النادي المصري. صحيح. ونادي جماهيري ونادي كبير. صحيح. فاي اي حارس اشتغل مع القطبين الكبار نادي الزمالك والنادي الاهلي لا طبعا لازم ابص له، وابص له ان ده مصنف بالنسبه لي انه حارس بيلعب تحت ضغوط كبيره جدا. ايوه انا كويس انك تشرحها عشان بس ما تفكرش عشان اهلي وزمالك خلاص. حارس بيلعب تحت ضغوط كبيره جدا. حارس بيلعب على مباريات كلها، يعني ايه مكسب؟ حارس بيلعب على كل انواع البطولات اللي موجوده، اذا كان بطوله كاس، بطوله دوري، بطوله ابطال افريقيا، كاس عالم، يعني بيلعب بشكل متنوع بطولات كتيره. نفس الكلام نادي الزمالك. فدي حراس السن كمان يا كابتن، يعني الفتره اللي جايه السن، احنا كل الحراس اللي حضرتك قلت اساميهم دولت الاعمار بتاعتهم في الثلاثينات، عنده الثلاثينات. بالمناسبه كابتن حسن، كنت بقولها في المقدمه النهارده انه الحارس عندنا نبدا نقيمه ونقول عليه حارس كبير لما يعدي 30 سنه. 30 بقت عاد عندنا، اللي هو كل الحراس اللي تالقوا في تاريخ مصر لازم يكسر ال 30 عشان نبدا نقول بدا مسيرته العظيمه وهو عنده 30 سنه. عندنا واحد عنده 24 سنه ما نستغله من بدري. طيب بالظبط. لا احنا عندنا المنظومه او في الفكر بتاع حراس المرمى ده فكر مش احسن حاجه. لسببين. السبب الاولاني ان حته الحراس اما بتلعب في سن صغير بتبقى فترتها مش ما فيهاش، يعني فيها ريسك للمدير الفني. يعني النهارده لو النادي الاهلي موجود محمد الشناوي وموجود مصطفى شوبير فمش هتفرج على مصطفى شوبير باي شكل من الاشكال. لولا حدث حصل اللي هو اصابه محمد الشناوي هو اللي ادى الفرصه لمصطفى شوبير يلعب. لا وبالمناسبه الاهلي كان رايح يجيب حارس كسر ال 30 كان بيدور على ابو جبل او بسام. بالظبط. يعني برده ما كانش عنده ثقه في بعيدا بقى ان هو ما جابش حارس كبير. انما في الاخر الحته دي المديرين الفنيين بتقلق منها. بتقلق من مركز حارس المرمى، بتقلق من مركز السرد باك، لان دي مراكز خطر سهل جدا ان تتضرب وتبقى بسبب هزيمه اي نادي بيلعب على بطوله. فدي مشكله من المشاكل. والله ما كلهم بيغلطوا يا كابتن. بيغلطوا بس في الاخر يعني الصغير كبير بيغلط يعني. خلينا نعتمد على الصغير. اما حارس بيبقى عنده القدره ان لعب فترات كبيره وعنده خبرات وعنده تجارب كبيره وليه رصيد مع الناس وليه رصيد مع الجمهور، في الاخر بيقدر يستحمل ده. صحيح. انما الفكر النهارده لا، انا شايف في تجربه جيل المنتخب الاولمبي بالتحديد، مش عشان انا كنت واحد من ضمن هذا الجهاز ولا الشغل ده. مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمود جاد، مجموعه الحراس اللي تكملت لهذا الجيل اللي موجوده، لا الفتره القادمه لازم يكون ليها دور كبير جدا مع منتخب مصر. انا شايف ان زي ما الكابتن حسن مصطفى اتكلم واتكلم في نقطه كبيره، ان احنا الاعمار السنيه عندنا ابتدت تعدي خلاص للحراس الحاجه و30 سنه ال 35 سنه وفيما فوق في الحراس اللي موجوده، لا في جيل من الشباب اقدر دلوقتي ازاي اكون جيل تاني للمنتخب او صف تاني للمنتخب الاول من حراس الشباب مع جيل الحراس الكبار اللي يكتسبوا منهم الخبرات الدوليه زي ما هم مكتسبين معاهم وشغالين معاهم بصفه اساسيه في الدوري المصري. عظيم. وانا شايف يا كابتن برضو اضافه على كلامك ان احنا ماشيين بالصدفه، يعني كل حاجه ماشيه بالصدفه. الحارس المرمى بيقف بالصدفه، عبد المنعم بيلعب بالصدفه، انا مشيت من النادي الاهلي ورجعت عشان اثبت نفسي فرجعت بالصدفه. احنا ماشيين مفيش حاجه، مفيش سيستم، مفيش حد عنده رؤيه، مفيش حد بيقول اللي حضرتك قلته دلوقتي ان انا لازم اعمل واحد اتنين تلاتة، عندي السن كبير فلازم الصغير ده اديله اعمل كذا. احنا ماشيين بالصدفه. يا اخي تغيب تغيب وتجيب الخلاصه. انا بتفق معاه جدا. احنا احيانا نتكلم وكان كل حاجه منظمه وهو في حقيقه الامر هي صدفه. هي صدفه. يعني مثلا الجيل اللي هم كانوا بيلعبوا فيه دوت اللي هو من 2006 2010 هو جيل مش متحضر له او مش متكون، بس بقى عندنا صدفه ان احنا بقى عندنا جيل عظيم بعد ما خلص الجيل دوت. خلاص الدنيا خلصت. بالظبط كده. نجيب مدرب نقول والله مدرب عظيم جدا وهو سبب النجاحات، يمشي المدرب. جبت بقى بفكره مدرب جديد انت ونصيبك، يعني اللي هو ايه، تعال نجيب مدرب مصري، تعال نجيب مدرب اجنبي، تعال نجيب مدرب مصري تاني، تعال نجيب مدرب اجنبي وهكذا.
لا والله بص يا كريم، هو سهل جدا. انا هو بس سهل جدا. بص انا شرير في احنا شرير. لا سهل جدا ان انت اما تشتغل وتشتغل بتخطيط كويس وكل واحد في مكانه. يعني انا ما ينفعش انا كراجل بشتغل في شغلتي ابقى مركز في شغلتي، كابتن حسن شغال في شغلته وهو مركز في شغلته، انت شغال في شغلتك مش مركز في شغلتك. لو كل واحد ركز وهو بيشتغل في شغلته، ازاي اصنع، ازاي اعمل صناعه، ازاي افكر لبكره مش هفكر للنهارده، هنعمل اجيال كويسه للكره. انا اسف انا هقطع حضرتك معلش. اتفضل. النادي الاهلي اللي هو يعني احسن نادي في مصر، معلش انا اسف، يعني مع نادي الزمالك بس النادي الاهلي. لا بس مع نادي الزمالك. ما انا قلت مع نادي الزمالك يعني. انت ليش اسف؟ اصل هو بيقول لي انا اسف. انا اسف دي ليه؟ هو ده النادي الاهلي ونادي الزمالك. لا انا عايز اتكلم على النادي الاهلي في حاجه. في النادي الاهلي يعني حارس المرمى بتاعه اتصاب، هو عنده حارس واثنين وثلاثه، فقال لك انا عايز اجيب حارس مرمى. هل انت ما كنتش عارف المعلومه دي من بدري ان انت تجيب بعد ما مشيت الحارس كان الثاني ساعتها علي؟ فانت ده النادي الاهلي اللي هو بيخطط لقدام، اللي الناس كلها بتاخد قدوه ليهم، اللي الناس كلها بتاخد بيبقى عنده رؤيه لبعيد. كان مش عارف ان عنده حارس هيتصاب، وبعد ما جاب حارس قال لك انا عايز حارس ابو جبل او كذا او كذا. لا وبعد كده راح قال لك ايه، لا انا هدي الثقه لمصطفى شوبير. لا فهو ده اللي انا عايز اقوله. بس ممكن هنا اختلف معاك بقى معلش. اتفضل يا كريم. ريال مدريد لما فاق معاك، انا عارف انت لسه، اصل انت في البرنامج بتاعك قلتها في الحلقه لما كنا مع بعض، قلت ريال مدريد طب ما عجبتكش ايه؟ مشى تيبو كورتوا اتصاب فجاه راح جاب كيبا. يعني ما في النهايه انت بيبقى عندك حارس جامد جدا اللي بعديه كويسين، بس في كتره المنافسات وبانه اتصاب في اول الموسم. مين اللي بيلعب يا كريم في ريال مدريد؟ لا في ريال مدريد الحارس الثالث. طبعا لينون بيلعب الثالث صح كده. طب ليه ما عندهمش هم ثقه في الحارس الاساسي في ريال مدريد؟ هنرجع للكابتن الثالث. هنرجع للكابتن اسامه كان بيقوله ده. فهي دي بقى مركز حراسه المرمى ده يرعش اي اداره او جهاز فني. يقول لك لا يا عم مش برضو ان ريال مدريد اللي هي بتخطط لقدام، اللي هي بتجيب دلوقتي مواهب صغيره وبتعمل كذا، عندهم غلطه. ما دي غلطه، ما دي اوعى تفتكر ان دي مش غلطه. مش هتعرف تعدلها بالظبط. هي مش هتعرف تعدلها علشان الكلام اللي كان بيقوله كابتن اسامه انه في مركز حراسه المرمى طول الوقت انت مخضوض، طول الوقت قلقان. عندك في كل المراكز صح مسموح لك ان انت تغلط صح، الا في مركز حراسه المرمى تقعد تجرب كذا مهاجم بالزبط. عادي تجرب كذا لاعب وسط. كل ما تقعد تتفرج على كل مجموعه الناشئين صح، هتبتدي تتفرج عليهم من نص الملعب فيما فوق. مش هتتفرج على ناشئ الا بالصدفه زي ما انت بتتكلم كده في قصه صح، محمد عبد المنعم مش عارف ايه صح، بالصدفه كلمه صح. الصدفه دي طيب في مركز حراسه المرمى وفي مركز السرديه.